انك تطلب معونة ربنا وتشكر ربنا، لان كل تجربة بتمر علينا بنلاقي معاها المنفذ. الله لا يسمح ابدا بضيقة الا ويعطي معها المنفذ والمخرج. مهما كانت المشكلة ربنا هيبعت معاها الحل. مهما كانت التجربة والدنيا شايفها مسودة، ربنا هيفتح نافذة نور. فيش مجال لليأس، الحل عند ربنا موجود. يمنح اللي عنده التجربة وعنده الضيقة فضيلة الصبر، فضيلة انتظار ربنا، حتى ان هو يبص للمشكلة برجاء ويرى الحل بعين الإيمان. التجارب التي يسمح بها الله هي للخير، وأقول لك تنتهي بالخير، ومحدودة في الزمن، وقتها محدد، مفيش ضيقة تستمر مدى الحياة. وعشان كده كل تجربة هتمر بيها تقول مصيرها تنتهي، هيجي وقت تعبر هذه التجربة بسلام. احتفظ بهدوءك، احتفظ بسلامك، ومحدش يضعف ولا ينهار. تفقدش الثقة، واعرف ان التجارب دي نافعة بلا شك. ربنا شفوق علينا كلنا، التجارب تقوي النفس وتمنحنا كثير من الخيرات.